عمدت الميليشيات إلى حفر أنفاق طويلة تمتد من مزارع الفازة إلى البحر في الساحل الغربي لمحاولة إعاقة تقدم أبطال المقاومة المشتركة الذين عقدوا العزم على تطهير الحديدة وتأمين الساحل من عبث الميليشيات. هذا أحدى النفقات للميليشيات الحوثية داخل شم تهامة. وينشرف عقيدتهم الفاسد. هذا حقهم الملازم. عمار عبد علي افرشتهم تركوها وفروا. عقيدة فاسد يغربها كم من جاهل. هذا وايرات الابوات ناسبة. الخندق هذا ممتد من هنا الى داخل. ممتد من هنا الى داخل مسافة يعني 50 متر وزيد. هذه احدى الطلاقات التي كانوا يستخدمونها اثناء الشرب اثناء الاكل. هذا النفقات التابعة لهم الممتدة من البحر الى الصحراء. الى البحر. ممتدة من البحر الى الصحراء. الذي كانوا يختبون فيها. هنا كانوا ومن هنا فروا. صورها صورها تخليها تطلع على هدوم.